مشاهدينا الكرام، يسعد مساكم لحلقة جديدة لبرنامج من المحافظات. هالمرة حلقتنا راح تكون من محافظة بيت لحم، وتحديدا من الفندق المحاط بالجدار The World of Hotel، ويلي نحن حاليا موجودين في إصالته الفنية، ويلي قبل أيام قليلة تم افتتاح المعرض الجماعي الثالث في هاي الصالة بمشاركة حوالي 23 فنان فلسطيني. طبعا لمزيد عن هالفكرة، فكرة الفندق وبرضه المعرض الفني، يسعدني استضافة حاليا الضيف وسام سلسع مدير الفندق. يسعد مساك وسام. مساء الخير، مساء الخير لجميع المشاهدين. أهلا وسهلا فيك. بداية وسام، بنحب نبارك لك، نبارك لكم مناسبة سنتين على افتتاح الفندق، وألف مبروك لكم، نتمنى لكم كل التوفيق. خلينا نتحدث وسام عن المعرض يلي حديثا تم افتتاحه، طبعا بحضور ورعاية وزارة السياحة والآثار. حدثنا أكثر عن فكرة المعرض. المعرض الحالي بلا حد هو المعرض الجماعي الثالث اللي بنظمه فندق The World of Hotel في بيت لحم. فندق The World of بيحتوي على أكبر صالة عرض دائمة أو أكبر جاليري دائم بفكر في كل فلسطين. في المزبوط صالتين عرض، واحدة الكبيرة الموجودين فيها حاليا، وكمان صالة للعروض الشخصية اللي بنحاول من خلال هاي الصالات انه نعطي مساحة للفنان الفلسطيني انه يعرض ويشارك لوحاته واعمالهم الفنية مع طبعا المحليين ومع الاف او عشرات الاف من السياح اللي بيجوا على فلسطين. طبعا هذا المعرض الجماعي الثالث، ومدة هذا المعرض راح تكون 6 شهور، شارك فيه 23 فنان من كل أنحاء فلسطين، من غزة لحد الجليل. وطبعا هذا المعرض الرسومات اللي بتكون موجودة فيه بيزورها كثير من السياح اللي بيجوا على مدينة بيت لحم. نعم، إذا نتحدث سيد وسام معك عن عنوان المعرض بلا حد، ونتحدث أكثر عن محتوى اللوحات، حدثنا عن أبرز المحتويات اللي بتتحدث فيها اللوحات. يعني طبعا فكرة المعرض هي فكرة السيدة رنا عناني اللي هي قيمة المعرض. موضوع بلا حد هي تتحدث عن الحدود أو الحواجز، الحواجز النفسية أو الحواجز المادية ممكن، المادية اللي بواجهها المحطوطة في يعني بواجهها الشعب الفلسطيني بشكل عام. فهو موضوع مزبوط فيه له أبعاد كثيرة، تحكي طبعا عن حدود اجتماعية، حدود سياسية، حدود مادية إلى آخره. وكل فنان شارك في هذا المعرض شارك بطريقته الخاصة. طبعا بالنسبة للفن بيكون كثير صعب بعد مرات ترجمة اللوحات من يعني ترجمة اللوحات بطريقة معينة. كل إنسان يوم بتطلع على العمل الفني بيكون في رؤية معينة لكل إنسان تجاه كل لوحة. فكل شخص بيجي على المتحف ممكن انه يفسر اللوحة او يشوف اللوحة بطريقة تختلف، وهي هي جمالية الفن. نعم، يعني بسام، ردود فعل ايجابية عمال لم نتلقاها من بعد افتتاحكم لهذا المعرض، خصوصا الى انه بعض الفنانين وبتعليقاتهم على المشاركة بهذا المعرض احكوا انه في الوقت يلي ما كان فيه يمكن هالجسم اللي بقوي الفنانين او انه يعرضوا لوحاتهم في اعمالهم، عمالوا الفندق المحاط بالجدار بيعطيهم فرصة. حدثنا اكثر، ليش اخترت انه يكون عندك بالفندق هاي اللمسة الفنية لحتى انت برضو تعطي فرصة للشباب؟ شوف، الحقيقة انه فندق وولدوف هو فندق فني بالبداية وبالنهاية، وهو بتصميم واشراف الفنان العالمي بانكسي. طبعا اهمية الفندق هي مشاركة الفنان بانكسي في هذا الفندق. اكيد. هلا الفندق بحتوي على متحف بيحكي عن حياة الشعب الفلسطيني، الحياة اليومية اللي بيعيشها الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال. متحف مميز جدا، هو متحف صغير ولكن مميز جدا، بوصل رسالة واضحة للناس اللي ما عندهم أي فكرة عن حياة الشعب الفلسطيني في ظل الاحتلال. نعم. طبعا الخبرة الناس اللي بتاخذها في المتحف هي خبرة صعبة جدا، او يعني في لبعض الناس بتكون عبارة عن صدمة، يعني ما يعني في كثير معلومات ما بيكونوا عارفينها. ما بيكونوا عارفينها.
يعني إذا تيجي بتشاهد كيف الناس بتدخل وكيف بتطلع من المتحف ممكن تنصدمي. هلا اخترنا إنه لسان حالنا كفندق كمشروع يكون من خلال الفن الفلسطيني، فبالتالي الفن الموجود، اللوحات الفنية الموجودة هي الرسالة اللي احنا كشعب فلسطيني بنعطيها للعالم، يعني احنا بنتحدث للعالم من خلال اللوحات الفنية ومن خلال الفنون الموجودة. وبفكر انا هي من اسمى اللغات الموجودة، يعني الفن هو من اسمى اللغات الممكن نتحدث فيها لانها هي لغة مفهومة، لغة عالمية، لغة عالمية تصل للكل. اكيد. وبحب وسام يعني بالحديث عن هاي النقطة نوه لكل المشاهدين انه احنا هون بفندق الجدار يلي او الفندق المحاط بالجدار يلي بيميز فكرته انه هو عماله بيوصل الرسالة الفلسطينية او رسالة وطنية بامتياز، فقط من خلال وصولك برضو للمتحف، التعرف على الحياة اليومية للناس واللوحات اللي معروضة برضو في المتحف، ومقتنيات كانت برضو عنا من قطاع غزة وأيام الحرب وكثير أمور غيرها. صحيح. يعني يمكن بهاي الحلقة مش رح نقدر نخلص الحديث عن الفندق، لكن وسام برضو بالافتتاح السيدة رولا معايعة وزيرة السياحة والأثار قالت بأنه اللي تميز في الفندق الجدار هو محاولته لإيصال الرسالة الفلسطينية، القضية الفلسطينية، بطريقة يمكن مميزة عن أي وسيلة أخرى. حدثنا قديش هذا الإشي بيعطيكم حافز ودافع للاستمرار في هذا العمل. شوفي، يعني هي فكرة الفندق بالبداية هي تسليط الضوء على موضوع الجدار وموضوع الحياة اليومية اللي بعيشها الشعب الفلسطيني. طبعا بيت لحم تستقبل ملايين السياح كل سنة، يعني السنة الماضية تقريبا 3 مليون زائر اجى على بيت لحم 2018. وللأسف معظم السياح اللي بيجوا على فلسطين وبيجوا على بيت لحم ما بيكون في عندهم الفرصة انهم يتعرفوا على الواقع الفلسطيني، وصورة الشعب الفلسطيني هي بشكل عام هي صورة مشوهة من قبل معظم الاعلام الغربي. فاحنا من خلال الفندق ومن خلال الفن الموجود داخل الفندق بنحاول ان نستقطب جزء من 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 الزوار اللي بيجوا على مدينة بيت لحم، ونقولهم يعني اعطونا شوية وقت تعرفوا على الشعب الفلسطيني وتعرفوا على الحياة في فلسطين من خلال المتحف، من خلال الجاليري، ومن خلال الفندق بحد ذاته. يعني ولحسن يعني لحسن الحظ الفندق يعني الفندق نال إعجاب كثير من العالم، وأصبح هو عبارة عن مكان للزيارة. نعم. لكثير مجموعات بتيجي على فلسطين والأفراد، وحتى في ناس بيجوا خصوصا من بلادهم، بيجوا من اوروبا، من امريكا، يمكن عشان فن بانكسي كمان نحكي، بس عشان بانكسي. هو صحيح، يعني هم معظمهم بيجوا عشان بانكسي، واكيد يعني في ناس بيجوا عشان المتحف وبيجوا عشان الجاليري، ولكن في البدايه هم بيجوا عشان الفن الموجود لبانكسي. فاحنا تقريبا يعني نقدر كمان نقول انه احنا خلقنا نوع جديد من السياحة في بيت لحم وفي فلسطين. اكيد. يعني وسام، بما انه بنحكي عن السياحة والزوار، بعد عامين على افتتاح الفندق ارتفع عدد الزوار، حدثنا عن هاي النقطة. صحيح. يعني احنا في السنة الاولى كان في عنا سجلنا تقريبا ما يقارب 50,000 زائر ما بين محلي واجنبي، طبعا المعظم كان اجانب. وكانت بالبداية احنا فكرنا ممكن 50,000 لانه كان اشي جديد فالناس حابة تيجي تزور، ولكن ولحسن الحظ يعني كان هناك تقريبا قدرنا ان نضاعف عدد الزائرين. سنة 2018 او بالسنة الثانية لعمل الفندق سجلنا ما يقارب 80,000 زائر، فيعني حاليا عدد الزوار اللي زاروا فندق ذا وولد اوف في بيت لحم ما يعادل 130,000 زائر من كل انحاء العالم. تمام. وسام، برضو خلال الافتتاح كان في لنا عرض او اطلاق من قبلكم لمسابقه فنيه هي الثانيه من نوعها، حدثنا اكثر تفاصيل عنها. صحيح. يعني احنا بنآمن انه الفن هو مهم جدا لرقي المجتمعات وللتفريغ وللتعبير عن الذات. فإحنا جزء من عملنا إنه بنحاول إنه نشجع الفنان الفلسطيني للعطاء أكثر. يعني إحنا اللوحات الموجودة اليوم عندنا في الجاليري هي مش فقط للعرض ولكن هي للبيع، وفعلا نجحنا إنه نبيع عدد لا بأس به من لوحات الفنانين الفلسطينيين. هاي اللوحات وصلت للعالم، دخلت متاحف، دخلت في
في مؤسسات مهمة حول يعني أنحاء العالم، والفكرة هي أكثر طبعا دعم الفنان، وطبعا الفنان هو بدعمنا من خلال العرض عندنا، فيعني هي كمان انه في علاقة متكاملة. نعم. عملية متكاملة وعملية مهمة. احنا اطلقنا السنة الماضية مسابقة فنية بعنوان لأجل المستقبل. نعم. واستهدفنا فيها جيل الشباب ما بين 18 سنة لغاية 35 سنة، وهي هاي تقريبا الفئة، هي فئة مهمشة، يعني الناس حتى الجاليريز تعطي اهتمام أكثر للفنانين الكبار، حتى عمرا بيكون هذول الفنانين ذو خبرة وعندهم، ولكن في كمان فنانين ناشئين. فنانين نعم. شباب عندهم قدرات رائعة وهائلة جدا، وفي يعني فنانين شباب انت بتتفاجئي انه هذا الفن اللي انت بتشوفيه بيجي من شاب عمره 22 سنة ولا 23 سنة، الطاقة الشبابية. نعم. اشي يعني مش معقول، بتشوفي في المجتمع الفلسطيني كل هاي طاقات مخبية ما بنعرف عنها. فأطلقنا المسابقة الأولى لأجل المستقبل، تقدم لها تقريبا يعني ما يقارب 80-85 مشارك، وتم اختيار أفضل 20 عمل من قبل لجنة من كبار فنانين فلسطينيين، اللي جبنا 20 عمل وعرضناهم في المعرض الصغير لمدة شهر. وخلال هاي الفترة الزائرين للفندق أجانب وعرب قاموا بالتصويت على أفضل 3 أعمال، والتأمت لجنة الحكام كمان مرة، وتم اختيار أفضل 3 أعمال من المجموعة الموجودة، أخذنا علامة 40% من الزائرين و 60% من لجنة الحكام، وتم اختيار 3 فائزين في هذه المسابقة. هلأ المسابقة الحالية اللي تم إطلاقها خلال افتتاح معرض الصور بلا حد، معرض الفني بلا حد، هو بعنوان هو بعنوان لنجعلها تضيء. هلا العنوان شوي يعني مخادع، هو عباره بالضبط، هو عباره عن تم تعاون ما بيننا وما بين بلديه بيت لحم وبلديه تورين الايطاليه، اللي هم بيعملوا او بيدعموا في مشروع للطاقه البديله في بيت لحم، اللي سوف يتم يعني البدء في العمل فيه خلال شهر نيسان الحالي. واحنا اتفقنا انه كمان ناخذ الافكار ومشاركات من الفنان الفلسطيني في مواضيع فنية تخص البيئة، ويعني هذا موضوع مهم وجديد، يمكن موضوع مهم وجديد، وكمان هو موضوع جامع عالمي. يعني يوم احنا بنحكي عن موضوع بيئي أو بنحكي عن طاقة مستدامة، إحنا بنحكي عن إشي بيجمع كل الحضارات، بيجمع الفرنسي الإيطالي الألماني، يعني هو محط اهتمام الكل كمان. بالضبط. يعني بالضبط. وإحنا هنا كمان الفكرة إنه يعني أنا من الناس اللي بحاول إنه يعني إنه نحاول إنه نطلق الفن الفلسطيني بحرية، يعني ما نضلنا في محدود أو في قوقعة معينة. يعني التعبير عن الذات، التعبير عن الهموم العامة البشرية، أو حتى الشغلات الجميلة، يعني هي موجودة بالشعب الفلسطيني. أكيد. وهو أكيد. الفن هو أفضل مجال، يعني أفضل الوسائل للتعبير عنها. نعم. ومحاكاة الشعوب طبعا. طب يعني سيد وسام، عديد من الشخصيات السياسية والعالمية يلي زارتكم بفندق The World Off، حدثنا عن أبرز هاي الشخصيات وأبرز ردود أفعالها بعد ما تجولت بالفندق. شوفي أخت حياة، يعني إحنا هنا الفندق هو مكان ذو مسؤولية عامة، وإحنا يوم قمنا في العمل، طبعا العمل إنتاج الفندق هو إشي إحنا من آمن فيه، وإحنا يعني أولاد البلد وإحنا منعيش بالبلد، وأنا يعني ارتأيت إنه من أفضل الشغلات اللي أنا ممكن أساهم فيها للبلد هو في هذا المجال. طبعا أنا بشتغل في هذا المجال من سنين طويلة. فيوم تم التصميم في فكر فلسطيني، في فكر مسؤول فلسطيني، وأنا أشتغل بالفندق. تم مقابلة كثير من الشخصيات الوطنية. حلو. اللي عملنا معها مقابلات وحاولنا نأخذ منها
أفكار معينة ونسألهم شو كيف هي أفضل طريقة لتمثيل الشعب الفلسطيني, الفلسطيني. فالمزبوط الفندق كمان هو مش فقط إنتاج محصور, هو إنتاج فلسطيني, يعني هو إنتاج فيها التنوع. نعم, في إنتاج فكر فلسطيني, ولكن لطبيعة المشروع لسرية المشروع. طبعا المشروع قام في طريقة سرية جدا, ما حدا دري عنه غير يوم الافتتاح. يوم الافتتاح هذا يعني فبدي أحكي لك إياه, إنه أي إنسان فلسطيني بدخل على المتحف أو بدخل على الفندق وبيشوف فكرة الفندق هو بيعجب الفكرة, لأن الفكرة هي فكرة رائدة. يعني إحنا بنمثل, يعني المتحف عندنا هو عبارة عن يعني بس هو صورة كيف إحنا بنعيش, يعني بدون أي مزاودات, بدون أي تحريض, بدون أي فصحيح يعني أجونا كثير من الشخصيات الفلسطينية من كل أنحاء الوطن, وكمان شخصيات عالمية من وزراء وسفراء وقناصل وإلى آخره. فالمزبوط يعني كل الانطباعات, يعني لحد اليوم ما شفت أي شخص دخل الفندق وانتقد أي شيء موجود بالفندق. فيعني كل نشكر الله إنه إحنا ماشيين يعني بطريق صحيح وفي رضا عام عن الموضوع. نعم, هذا شيء طبعا بيشرفنا وإحنا بنتشرف بآراء الناس. أكيد. إذا نتحدث عن الجانب المستقبلي للفندق المحاط بالجدار, كيف هي رؤيتكم المستقبلية للتطوير من عملكم؟ شوفي, يعني إحنا طبعا الفندق هو وجد لأعطاء صورة للعالم عن الحال الفلسطيني. يعني أكثر شيء عم بتغير في الفندق أو أكثر شيء الفندق عم بيساهم فيه هو الجانب الفني. يعني أكثر شيء بتغير عندنا هو الجاليري والنشاطات الفنية اللي إحنا بنعملها من خلال الفندق. مثلا السنة الماضية أنتجنا فيلم وثائقي مهم جدا مع بتعاون مع من مخرج عالمي داني بويل, هو من أهم المخرجين العالميين اللي أنتجوا فيلم سلام دوغ مليونير, وكمان هو اللي أخرج أولمبيات لندن في 2012. عملنا فيلم اسمه Alternativity, هو حكينا عنه القصة الفلسطينية من خلال الفندق, يعني فيلم رائع جدا ونبث في البي بي سي مرتين ويعني في قنوات عالمية. قمنا بإنتاجات فنية, قدرنا نسمع الصوت الفلسطيني من خلال الفن اللي أو النشاطات الفنية اللي نعملها في الفندق لكثير ناس حول العالم عمرهم ما سمعوا في القضية الفلسطينية أو حتى عن فلسطين. يعني إحنا تقريبا إحنا بطلنا نهتم بالإعلام العادي, يعني مش مهتم أنا في قنوات الإخبارية تيجي تعمل عنها تقرير, أنا مهتم أكثر في قنوات الأزياء الفاشن, قنوات الرياضة, قنوات الفنية اللي هي هاي القنوات فيها مستمعين آخرين, وهذول الناس مهمين, وهذول كثير من هذول الناس ما بيسمعوا الأخبار العادية. فأنا اليوم بتفتح مجلة عالمية بتحكي عن الأزياء, في إشي عن الولدوف, يعني ممكن نفهم إنه في تشبيك عالمي ومحلي بالإضافة للمسؤولية المجتمعية اللي بتخذها فندق الجدار بأكثر من نشاط يمكن لمسناها السنة الماضية. صحيح صحيح. نعم. فإحنا يعني نشاطاتنا متنوعة, طبعا نشاطاتنا بسيطة, يعني إحنا ما بنقوم في كل النشاطات, إحنا اللي بنقوم فيه إنه بنحاول نفعل المجتمع أو دور بعض المؤسسات أو نعم. حتى الشركات أو إلى آخره, منفعل المجتمع على أساس إنهم ينخرطوا أو يعني ينتفعوا من العلاقات اللي الوولد أوف هوتيل قاعد بعملها وببني فيها وبشبك العالم فيها. أكيد. وسام, أخيرا خلينا نتحدث معك عن رسالتكم يلي بتوجهوها من خلال محطتنا شاشة تلفزيون فلسطين مباشر. أول شيء شكرا لزيارتكم اليوم وشكرا لاستضافتي في هذا البرنامج. طبعا الفندق برحب في كل الفلسطينيين من كل العالم. الفندق فاتح أبوابه من الساعة 10 الصبح للساعة 8 بالليل أو حتى بعد لأي زائر بيجي على الفندق, أهلا وسهلا. وما في أي رسوم إنه الفلسطيني يدخل المتحف, طبعا الأجانب بيدفعوا إشي رمزي ولكن الفلسطيني ما في عليه أي رسوم. بالنسبة للموضوع الفني, بالنسبة للمسابقات الفنية, أنا بشجع كل واحد بيستمع للبرنامج إنه يحكي لأي شخص معني
عن المسابقات اللي بتكون فيها، ويشجع كمان الناس يجي يزور الفندق لانه فعلا هو بيستاهل زياره. وبنتامل يعني انه نكون عند حسن ظن شعبنا في تقديم الرساله وفي طبعا خدمه المجتمع والخدمه العامه. اكيد. شكرا لك وسام، وشكرا برضه لاستضافتك ايانا بالفندق، وبنتمنى لكم كل التوفيق. شكرا اخت حياه. شكرا لك. اذا مشاهدينا الكرام، هاي هي مجمل حلقتنا لليوم، نتمنى تكون نالت اعجابكم. شكرا للمتابعه والى اللقاء.